لك الأجر يا مولاي يا أبي عبد الله باستشهاد مولاتي فاطمة. اللهم بحق هذا اليوم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوان وانصاري والمستشهدين ما بين يديك. اللهم اقضي حوائجنا جميعا بحق محمد وآل محمد. أنا حر قلبي إلى مولاتي فاطمة لما هجموا على دارها، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال اي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لقد كسروا ضلعها لقد سقطوا جنينها لقد حرقوا دارها. أولا لعد دارها الظالم تبحيه ورا الباب تحكي من سمحها، لعد دارها لعد دارها الظالم تبحيه ورا الباب تحكي من سمحها. أولا تعمى يد على الباب ودفعها دفعها ينبت البسمار بصدرها من عصرها، تقل يا ابويا قامك ما رعاني ما رعاني ضرباني على عيوني وعموني. هي هذه الايام هي ايام فاطمه الزهراء، اللي عنده حاجه اللي عنده مريض هاي باب الحوائج، هذه ام الائمه، هذه فاطمه سيدتي يا مولاتي. ان حر قلبي الى زينب ليله الحادي عشر من محرم لما وقفت على هذا التلج، قالت توجهت الى الحسين اللي عنده حاجه يا الله هو ذكر، تقل الراي 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 جيتك يا اخويا فاجد الراي، الراي ومن الرعب تتراجف عضاي علي عداي توماي توماي، يقولون هاي ام الخدر هاي هاي اغتر ذبيح الما شرب ماي، ايش تقول ايش تقول يا ابن ام ويا رجواي، اذا تجي ايلك بيمناي تقدر ترد يا حسين وياي، يا تقدر ترد يا حسين ون يا ويا. انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخناء بالصوت ألا ما أضلعي. اللهم إنا رفعنا أيادينا على باب من أبواب رحمتك وهو المولى أبي عبد الله الذي جعلت تحت قبته مستجاب الدعاء وفي تربته الشفاء. اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا، اللهم وحاجتنا هي أن تعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. إلى أمواتكم أمواتنا جميعا ومن ذهب من جمعنا هذا وبالخصوص خدمة الحسين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.